غير مقبول لا في العقل ولا في الدين ولا في اي شيء انك تهدي لي هذيك البنت، لانه هتك العرض ديالها، لانه اغتصبها تحطها لي من طابق على ذهب ليه وكتقول لي هاك سير تزوج بها. ماشي مادام ما كنحمش دري 15 عام تزوج 12 عام تزوج راه اختي صاب هذاك دوك كتبني حتى لا في عندنا لي ريسبونسابل هذا المسؤوليه فين اللي طرا لك باغا ما غاديش تديه. داك الوقت اللي وقع الاغتصاب وهذا والحمل انا كنت باغي غير نغطي يعني عناد ما باغاش الفضيحه وباغا يعني المشكل يتسر لدرجة أنني طلبت منه الزواج والطلاق في نفس الوقت يتزوجني ويطلقني عير باش نغطيه وباش ما نتفضحش.